عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هسا جماكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيالله شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هسا جماكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكم تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. سوينغ ستابر من أهم المكانات يلي بالفعل منعوزهم بالبيت، ما بتاخد محل كتير وبتعطي نتائج هائلة. دعستها هن وعم يطلعوا وينزلوا بيروحوا شمال ويمين كمان لحتى الجسم يتمرن من الإجرين من تحت للأرداف والخصر من فوق، مزودة بحبلين لمرن كل عضلات إيدينا طلوع ونزول شمال ويمين. بتوفر وقت وبتعطي نتيجة بسرعة وأكيد بتحرق كتير كالوريز. منستعملها 10 دقايق كل يوم ومنلاحظ النتيجة خلال أيام معدودة. صناعة ألمانية وفيكن تحصلوا عليها ب 144 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأن ما في محل النشر والغسيل بيكون بده كتير وقت تينشف. معها إلكتريك راك بنحل المشكلة كلها، لأنه منشر على الكهرباء بيحمى وبيعطي حرارة بين 50 و55 درجة تينشف التيب بسرعة، وهيك بصير فينا نحط والنشر غيرهم بوقت كتير قصير، يعني بيغنينا عن النشافة يلي بتاخد محل. أما هالمنشر فينا ننقله بالبيت محل ما بدنا، قوي ومتين وبينضب يعني ما بياخد محل. ها إلكتريك راك فيكن تحصلوا عليه ب 135 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيالله محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصلوا عليها ب 58 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55.
في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبير ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.